ان شاء الله النتيجه اليوم وداديه، وكما كتعرفوا الجمهور ديال الحسين مرحب بينا واحد الترحيب زوين، وكنحبوه كيبغينا حتى هويا، وباين الفرق. شكرا. الجمهور حضاري ومرحب بينا ترحيب مزيان، دخلنا مريحين مزيان، كلشي مزيان، والنتيجه غتكون الوداد ان شاء الله. ان شاء الله كتبان لي النتيجه دي شويه صعيبه، وان شاء الله غادي نحققوا شي انجاز باش نجيبوا ديك الثروه في بوه، حيت صالحه لنا لابغينا نديو البطوله الاحترافيه ديال هذا العام في مدينتي. ان شاء الله تنردوا ان شاء الله ويدادي نفس النتيجه كما الى جاو عندنا تما مرحبا بهم. جمهور الوداد جمهور كبير وهادي، وجينا للحسيمه بكل المشاكل وهادي، ورحبوا بينا كما كيجيو عندنا حنا كنرحبوا بهم، وكنتمناو شي نتيجه 3 بوان، ماشي المهم 1-0، المهم 3 بوان هي اللي بغينا حنايا، والسلامه مشينيو اخوه حنايا مع حسيمه وهادي، وفيفا حسيمه وديما ويداد، ان شاء الله مرحبا بكم في كازا. مرحبا اولا بعدا تحيه بيضاويه وداديه لجميع القاطنين ديال سكان الريف وسكان مدينه الحسيمه. حنا كيف جينا اليوم كيف جات لوغانيزاسيون ديال جمهور الوداد البيضاوي، جايين عازمين ان شاء الله على 3 بوان غادي نديهم هنايا. البطوله الوداديه ديال العام صراحه اكثر حاجه عجبتني هي هو التنظيم، تنظيم فائق، لو ريسبي ديال الجمهور صراحه الساكنه ديال مدينه الحسيمه من اروع السكان، من اروع الجماهير صراحه اللي كاينين في المغرب حاليا. جينا باش نساعدوا الفرق ديالنا ان شاء الله باش ندير 3 بوان معنا بالحسيمه. بالنسبه للاورغانيزاسيون كان واحد شويه ديال المشاكل في التقطاع، اللي ما كانش الاورغانيزاسيون في التقطاع، ولكن الحمد لله كاين اهم حاجه اللي هي الروح الرياضيه والاحترام من الجماهير الحسيميه. كل المغرب كامل اليوم جات جماهير وداديه، نقولوا فاش 3000 واحد كنلقاو 3000 شي تذكره، هذا هو اللي فينا في جميع الملاعب في المغرب. الدور الواحد هي الجمهور ديال الحسيمه. الحمد لله جينا نشوف هاد المناظر هادي، جينا كندور حنا كندورو في وسط البيضاء وسعف، ولكن النقطة السوداء اللي كانت عندنا في المقابلة هي انك باش تقطع ما كاينش كيسي. دابا 11 الصباح هادي ماتش مع الجوج ونص، ما كاينش كيسي باش نقطعو، قطعنا بينا شوم ما كاينش الصف والاسكيلات، ولكن هاد الشيء ماشي الحمد لله ولفنا ان شاء الله. بغينا هو بوان هي اللي بغينا، كنشكرو جماعة الحسيمية وكنشكركم على حسن الاستضافة ومرحبا بكم في الدار البيضاء ان شاء الله. من خلال المنبر هذا اناشد الجماهير ديال شباب الريف الحسيمي وجماهير الوداد وحتى الجماهير المحايده ان تتحلى بالروح الرياضيه. هذه لا تعدو ان تكون مقابله رياضيه، دائما غادي تكون فيها اما فريق منتصر وفريق منهزم او تعادل. اللي ربح ديالنا واللي خسر نصفقوا ليه ونتعانقوا كجماهير ونخرجوا وتعيش الرياضه في احسن حال. وشكرا.